هذا اكيد بيت البطاط. بيت البط. والله يا شباب ما شاء الله المويه صافيه نظيفه. اشوف اللي تحت في الارض. صحيح لا قالوا احلى انهار اوروبا. ما شاء الله تبارك الله. واجواء حلوه. يعني في وسط المدينه صراحه كانت في حراره، يعني اليوم وصلت الى 35. بس هنا الجو لطيف لطيف جدا جدا. ما شاء الله البطات الصغيرات. ذوليك الوز الابيض وهذا كان البط الاسود الحين. وفي كل مكان في جسور او بحيرات محوطينها بسياج عشان لا احد يخش يلمس المويه او انه يحاول انه يخش يمشي في المويه. والله لسه هذا الحين يمكن ما مشينا الا ربعها.